بثلاثية في شباك الترجي، الأهلي يضع قدما في النهائي الإفريقي لينتظر الفائز من الوداد وصن داونز. الأهلي الذي مر بظروف صعبة هذا العام ومنذ العام الماضي أمام الوداد بعدما خسر النهائي أمام الوداد في لحظات صعبة على كل مشجع النادي الأهلي، وبينما هو يسير ببطء في دور المجموعات وكان لا ينتظر الصعود لولا ضربة جزاء أطهر الطاهر والذي ضاعت أمام صن داونز ليصعد الفريق كثاني المجموعة ويلاعب الرجاء ويفوز في القاهرة بنتيجة 2-0 وثم يتعادل سلبيا في المغرب ليصعد إلى نصف النهائي ليواجه الترجي الرهيب على ملعبه، ولكن هذه المرة بدون جر. وسريعا سريعا يدخل الأهلي إلى أجواء ملعب رادس الخالي من الجماهير بسبب العقوبات ليبدأ بيرسيتاو باستغلال الفرص ويحرز الهدف الأول لينتهي الشوط الأول بهدف للأهلي. سريعا سريعا يعود الأهلي إلى المباراة في الشوط الثاني ليحرز بيرسيتاو أيضا الهدف الثاني، ثم يتبعه محمود كهربا بتمريرة من حسين الشحات ليحرز الهدف الثالث، ويضيع الأهلي ربع دستة أهداف في الشوط الأول والثاني ليخرج اللقاء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، لينتظر لقاء العودة في القاهرة على أمل الحصول على أهداف وحفظ ماء الوجه بالنسبة للترجي وزيادة غلة الأهداف، لينتظر الفائز ما بين الوداد والصن داونز. كانت هذه هي مباراة الذهاب بالنسبة للنادي الأهلي أو مباراة الانتقام، فرادس ملعب يعلمه ويحبه الأهلي كما تحبه جماهير الترجي. المباراة التي تألق فيها جميع لاعبي النادي الأهلي بدءا من حارس مرماهم إلى جميع مراكز الملعب في هذه المباراة والتي سيطروا عليها من بدايتها إلى نهايتها، بينما كان الترجي تائها في ملعبه بعيدا عن جماهيره.